إذن عن عملية سرقة الآثار في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. سيادة العميد مرحبا بكم. يعني لو نعود قليلا إلى تصريح لوزارة الداخلية الحالية، حيث أعلنت في هذا التصريح عن ضبط كمية من القطع الأثرية المسروقة في محافظة ديالى، لكن السؤال الذي يطرح سيادة العميد، هل ما يعلن يمثل حجم السرقات التي تتم لآثار العراق أم أن هناك خفايا أكثر؟ حياكم الله. حياك الله سيد الكريم، أهلا بك. أخي، التراث العراقي المتنسب بالآثار والذي لا يقدر بثمن تعرض إلى عمليات التدمير والنهب والسرقة الممنهجة منها والعبثية. بأيدي اللصوص والحافظين والغزاة المتعددي الاتجاهات والغايات. وما يعلن عنه في وزارة الداخلية الحالية من سرقات وضبط قطع أثرية لا يمثل النسبة والحجم الحقيقي للآثار المنهوبة من بلاد ما بين النهرين. الجهات المختصة والمعنية بهذا الشأن هي ذاتها لا تعرف الأرقام الحقيقية لهذه السرقات. ولا توجد إحصاءات دقيقة ترصد النزيف الدائم والمستمر للآثار العراقية التي تسير خارج العراق، لا سيما في ظل الفوضى الأمنية وتعدد سلطات الإرهاب والجهات الإجرامية المتسترة بثوب السلطة، يضاف إليها عصابات نبش الأرض للوصول إلى هذا الكنز الثمين. فما يذكر هو غيظ من فيض، وما خفي كان أعظم وأقسى. يعني كما تفضلت سيادة العميد، هناك تورط حقيقة من قيادات أمنية في جرائم نهب آثار العراق. هذه الجرائم كما تعرفون يعني مستمرة منذ الاحتلال 2003، لكن ما الدور الذي تلعبه إيران وميليشياتها في استمرار نهب آثار العراق؟ أخي، هناك جهود طبعا من اقصى النكبات بالبدايه اللي مرت على العراق كانت في عهد التتار، عندما القوا كتب العلم والعلماء في نهب دجله في بغداد عام 656 هجريه. ثم اتى الغزو الامريكي عام 2003 واتبعه الغزو الايراني، وليعبثوا كلا الاحتلالين ويعيثوا في الارض فسادا وخرابا، ويستهدفوا حضاره بلاد الرافدين واهم مقوماتها وركائزها الحيويه وهي الاثار. هناك جهود متوالية لنهب آثار العراق وتدمير حضارة بلاد الرافدين تمثل تاريخ وثقافة شعب عبر آلاف السنين. والعراق بعد عام 2003 بات جغرافيا خصبة للتدمير والنهب والسرقات لما فيها آثار العراق، وهي كنوزها التاريخية والثقافية التي تمثل إرث بلاد الرافدين. وهذا مخطط متعمد لإبادة تاريخ هذا الشعب واجتثاث هويته ورمزيته. فالاحتلال الأمريكي رسم هذه الخطط ونفذ صفحته في السرقات من المتاحف، ثم فتح الابواب على مصرعها لايران وميليشياتها لتكمله هذا السيناريو بسرقات ممنهجه ومتعدده. فايران وميليشياتها اليوم يمتلكون السلطه وتحركهم الاحقاد، يتعاملون مع جهات مختصه بهذا الشان سواء على مستوى الاستدلال عن الاثار او المتاجر بها. طيب سيد العميد، هذه الأموال التي تجنى من سرقة آثار العراق أين تذهب برأيكم؟ هذه هي أموال السحت أخي، اللي تحصل عليها الميليشيات، يتم تحويلها إلى أدوات قتل تجتث أرواح العراقيين وتدمر منازلهم وتفسد عقول شبابهم بترويج المخدرات. هذا بالإضافة إلى حصة إيران من هذه الأموال، يضاف إليها نسف حضارات بلد بدءاً من السومرية والبابلية والآشورية والحضارة الإسلامية. هذه الأموال تسلح الميليشيات عناصرها وتنشر الصفقات التي تعود عليها بالأموال وتشتري الذمم، ومن هنا في أموال الآثار يتم تحويلها ميليشياويا لأدوات إرهابية مختلفة الاستخدام والتوجهات والأهداف. من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي، شكرا جزيلا لكم.